بسم الله، هنتكلم مع بعض المرة دي على درس اسمه الـ Includes، والفكرة بتاعته ازاي الـ HTML الـ HTML عموما خلاص ما بتسبورتش انك تحط بيج جوه بيج. يعني HTML بيج بيكون بتنادي على بيج تانية. يعني مثلا انا عايز اعمل الفوتر في بيج والهيدر في بيج، وفي صفحة واحدة انادي على الهيدر وانادي على الفوتر وغير اللي في النص. فانا عايز اعمل ايه؟ انادي على صفحات واعمل فصل للصفحات. خلاص، عشان نعمل الفانكشناليتي ديت، عشان الشغلانه دي نقدر نعملها، في كذا طريق. ساعات بنستخدم الايجكس، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله في درس قريب، ان هي تنادي على سيرفر ما موجود في حته واحده، يجبت لي صفحه اتش تي ام ال معينه تعرض لي شغل معين. ممكن ان انا استخدم سيرفر سايد مثلا زي جافا جي اس بي بي اتش بي اس بي جي اس اف نود جي اس، ايا كان السيرفر سايد اللي هشتغلها اللي بتعمل ويب، اي اذر ويب سايد سيرفر تكنولوجيز، عشان اقدر انادي على صفحه معينه وتبقى كده دايناميك وبنادي عليها. بالانجلر جي اس ممكن نضيف صفحه اتش ام ال جوه صفحه اتش ام ال من خلال بس ان جي انكلود بس، ولا هنادي بقى على الحاجات ولا ايجكس ولا يوزنج سيرفر سايد ولا الكلام ده كله. والدنيا بسيطه جدا في الانجلر، هنادي على حاجه اسمها ان جي انكلود. بمثال ادي ديفاي اسمها ان جي اب وان جي كنترول للستودنت كنترول، كل هاجي اهو بقى لي ديفاي واقول له ان جي انكلود، وانادي على صفحه اسمها مين دوت اتش تي ام ال. دي يعني الدبل كوتيشن دبل كوتيشن، ودي سنجل كود ودي سنجل كود، كلمه مين 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 دوت اتش تي ام ال، او تكتب الباس بتاعها. وكذلك انكلود تاني سبجكت دوت اتش تي ام والى اخره. تعالى نشوف للكلام دوت مثال. كلام جميل. كان عندنا اقوم جاي هنا عامل من فايل نيو كده، وسايب الفايل ده واسميه try include files. خلاص include files dot html، عملنا بين double quotation عشان ايه، ماشي سيف. خلاص، ودي ممكن احط فيها الشغل اللي انا عايزه، احط فيها حاجتين، فيها نادي هنادي على 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 ملفين. ممكن اعمل فولدر هنا واسميه انكلودز، فولدر انكلودز، وجوه الفولدر ده نيو فايل، فايل اسمه مين دوت اتش تي ام ال. خلاص، واعمل تاني فايل تاني اسميه سبجكت دوت اتش تي ام ال. خلاص كده كلام جميل. واجي بقى على صفحه الايه، تراي انكلود فايلز، هجيب مثلا الاندكس القديمه بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين بتاعت الستودنت العاديه دي، واقول لك هشيل منها ايه بالظبط واقسمها ازاي. قمت جاي هنا مفيش حاجه فوق غير بتنادي بس على الستايل، ماشي سيبه زي ما هو، عايز اصرف ملف الستايل براحتي مش مشكله. لكن هنا طبعا ايه، ادي انجلر جي اس خلاص، وادي الدفايه الرئيسيه، الدفايه الرئيسيه بتاعتي المين اب والستودنت كنترولر. كلام جميل. جيت هنا التيبل ده بالتيبل ده بتاع الابر كيس والكلام ده كله، خلاص قمت واخده ايه، واخد كل الدفايات دي كده كده كات، ماشي. او اقول ايه، ماشي، اللي هو التيبل الاولاني ده مثلا ايه، بتاع الفيرست نيم واللاست نيم والفيز السبجكت، صح؟ ماشي، تواخده كده كله، التيبل ده كله كده تمكته، قمت قايل ايه، والله انت هعمل ديفاي هنا كده واقول لها ان جي ان جي داش انكلود بتساوي، واحط هنا قيمه واقفل الدبايه بتاعتي. والقيمه اللي هنا هقول لك ببساطه هتخش على فولدر، لما احط له سنجل كود سنجل، اسف اللي انا بكتبه ده، في الانكلود هنا هقول له سنجل كود سنجل كود، وجاي هنا قايل خش على انكلودز خلاص، وجوه انكلودز سلاش كده والاقي مين دوت اتش تي ام ال، ماشي، واروح على مين دوت اتش تي ام ال، قمت عامل ايه، عامل بيست للجدول بتاعي. خلاص،
قمت راجع تاني على try include، قمت واخد التيبل ده كده cut، اهو تعمل له دفاية تمام، جبت لها ان جي اي انكلود، وهنا ما بين سنجل نخش على انكلودز سلاش، بس مش مين بقى، سبجكت دوت اتش تي ام ال، خلاص واقوم رايح انا على سبجكت دوت اتش ام ال، قمت عامل ايه بيست للتيبل الايه التيبل التاني، خلاص و طبعا عندي الايه عندي المين اب ده، طبعا ممكن انا عارف انا بربطه ازاي مش مهم دلوقتي، بس انا عارف احنا عارفين احنا بنربطه ازاي بدون مشكله يعني، خلاص كده اهو بقى بالانكلودز الجديده. عايز انادي انا على ايه، على الفايل اللي عملته دوت، تو تراي انكلود فايلز HTML، عك try include، ماشي ماشي ماشي، مفيش حاجة مطبوعة غير angular js، طبعا دي خلاص. بعد كده في عندي مشكلة قابلتني، انا حطيت ادي السكريبت بتاعي والستايلنج فوق، بعد كده دفاية بسيطة خالص ان جي اب على مين اب، ان جي كنترولر على ستودنت كنترولر، وهنا على ستودنت كنترولر، وجواها اديت على ديفاي ان جي انكلود، واديتها الباس ممكن يكون عايز قبل انكلود كده سلاش كده مثلا، عشان نشوف. بسم الله نعمل ريفريش، لا برضو تمام، وعملت سلاش ديف وسلاش ديف، الباس كده مظبوط ماشي، وهنا المين عامل الكنترولر زي الكنترولر القديم، ما تدخلناش فيه. حلو، يبقى احنا عندنا بروبلم في الانكلود ما اشتغلتش معانا. جيت هنا عملت كده، عملت سكريبت سار سي تساوي includes سلاش مين مثلا دوت اتش ام ال، يبقى كده مكتوبة مظبوط. لا مظبوط، مفيش فيه أي أخطاء، أنا فكرت بس التريك ده عشان أتأكد إن أنا ممكن أكون كاتب أي حرف غلط، حاجة مش واخد بالي. يجي انكلود مظبوط، طيب انا ممكن افتح الديفلوبر تولز كده كنترول شيفت اي كده، لقيت ان هنا في اي تو ايرورز، لو احنا شايفين ندوس عليهم كده هلاقي ان ايه، هو بيقول لي اكس ام ال اتش تي بي ريكوست كان ابلود الفايل من على الاي انكلودز مين، لا مش على الاي انكلود. طب احنا ممكن عشان نخليه هو كده طبعا مش شايف، عشان احنا مش شغالين كسيرفر يعني، فممكن نعمل دوت كده ودوت كده عشان يعرف ان احنا كده من نفس الملف، وخش جوه كذا كذا، نعمل ريفريش، قال لي تمام مع الاي ايونيك ووركس مظبوط اي اكس 2 دبليو 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 انكلود مين اتش ام ال، وكده العنوان سليم 100%. قال لي كروس اوريجن ريكويست ار اونلي سبورتد، مش بندعم كروس اوريجن ريكوست، بيسبورتوا بس للبروتوكولات اتش تي تي بي وداتا وكروم وكروم اكستنشن و اتش تي بي اس وكروم اكستنشن ريسورس، وطبعا لو جيت عملت كده هيفتح لي التفصيل وجايب لي بقى طبعا كل حاجة جوه ملف الانجلر مينيموم ده ضارب بسبب ايه، خلاص والملف طبعا اهو لو احنا هنتأكد ان هو مظبوط او مظبوط طالع اهو،
ماشي. قلت له تمام، يبقى هو كده مش بيسبورت. لو لقينا حل هنشوف الحل الجديد في الانجلر. دلوقتي ده نوت سبورت. طيب بعد عناء كده شويه في الملفات دي، لقينا ان احنا ايه، او لقيت انا لما قعدت اجرب ان هو مش بيسبورت ان هو يخش على فايل جوه فايل. يعني هنا في الانكلود ما اقدرش يخش على فايل جوه فايل، يعني انا مضطر اروح اشوف السبجكت والمين اللي انا كنت قاطعهم دول، اكتهم واحطهم جوه جنب الملف الرئيسي اللي انا شغال عليه، اللي هو احنا كنا مسمينه ايه؟ اللي هو تيست انجلر جي اس، او تيست تراي انكلود. تراي انكلود هو كان تراي انكلود اهو، تراي انكلود فايلز، حطيت جنبيه الملفات بتاعته ذات نفسها اللي هو المين والسبجكتس. خلاص واجه اهوت، قال له ايه، مش هخش بقى جوه مين جوه سبجكت مش عارف ايه، لا خليني على طول جوه مين، جوه المين على طول، وهنا ايه على السبجكت على طول. واجه هنا وعامل بقى ريفريش، اه بالظبط كده جابهم اهو. وطبعا لما اجرب الحاجه تلاقيها شغاله بدون اي مشكله، ما فيش عندنا ايه مشكله، مظبوط تمام. طيب كده يبقى احنا عملنا ايه، الانكلود و سبورت وكل حاجه، بس خد بالك ان لازم يكون الفايلز ما بيدعمش ان فولدر جوه فولدر وكده، لازم تكون الفايلات، والفايلات اللي هي القطعه منها لازم تكون في نفس الايه، جنب نفس الفولدر.